في ذات الوقت الذي يسير فيه المشهد الثقافي بالسعودية مسار التحول والتطور المتسارع، نظمت وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة معرض الرياض الدولي للكتاب بالعاصمة الرياض تنظيما غير مسبوق، حيث شهد معرضا افتراضي لبيع الكتب للمرة الأولى ومؤتمر لدور النشر والكثير من غير ذلك بهدف تعزيز المسار الثقافي والعربي. الدورة جديدة، الدورة حلوة والتنظيم ممتاز، الحضور قوي ما شاء الله، ما توقعناش أصلا، قلنا مكان جديد يعني مش هيكون فيه الإقبال ده، لكن لا فاجأونا الجمهور السعودي بالحضور، والجمهور السعودي يعني ما تخافش عليه ما شاء الله قراء وعندهم وعي. وتحت سقف واحد وعلى صف واحد اجتمعت ثقافات عديدة من دول عدة أمام تحديات كثيرة، سواء كانت فكرية أو ثقافية أو حتى صحية لفكر الفرد العربي مهما اختلف عمره أو جنسه. إن شاء الله نكون دائما قد هذه المسؤولية، وليس سهلا أو بسيطا أن تتعامل مع ثقافة مختلفة مع أجيال مختلفة. نحن يأتينا شخص سنه 15 سنة ويأتينا شخص سنه 60 سنة، وعلينا أن نرضي هذا وذاك ونقدم له ما ينفعه كي يستمر. وشوف احنا اليوم نتفق على شغلة، نتفق بأن التنافس اللي موجود هو تنافس يصب في مصلحة القارئ، خصوصا التنوع، خصوصا المحتوى اللي قاعد يكون موجود، ونقدر نسميها هي فعلا منافسة، ولكن في نفس الوقت هي مشاركة نجاح، مشاركة نجاح جميع دور النشر في هذا العرس الثقافي اللي احنا حاضرينه حاليا. فعندما يجتمع أكثر من 1000 دار نشر في وقت تخشى فيه عدة دول من الفيروس الذي استنزف خزائنها المالية والبشرية، وذلك من أجل إيصال المعلومة الموثوقة والصحيحة وبطريقة آمنة، فعندها تتضح مدى أهمية إيصال الرسالة درءاً لأعداء الفكر والمعتقدات. لقناة إقرأ، عمر بادغيش، الرياض.